الخير وأهلا بكم. كوفيد-19 يواصل اجتياح تفاصيل الأحداث محليا ودوليا من خلال أرقامه وتداعياتها على السياسة والاقتصاد والرياضة. لكن قبل متابعتنا لكورونا عالميا، دعونا نبدأ من دولة الكويت. سجلت في الكويت خلال ال 24 ساعة الماضية 857 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 91244 حالة. أما المتعافين خلال ال 24 ساعة الماضية 617 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في البلاد إلى 81654 حالة. من يتلقون الرعاية في العناية المركزة حتى هذه اللحظة 89 حالة. حالتي وفاة سجلت في الكويت خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 548 حالة. من يتلقون الرعاية الصحية باستثناء المتعافين والوفيات 9042 حالة. أما الإصابات حسب المناطق الصحية سجلت كالآتي: تصدرت حوالي 226 حالة، أي بنسبة 26%، تليها الأحمدي 208 حالة بنسبة 24%، تليها الفروانية 156 حالة بنسبة 18%، العاصمة 152 حالة بنسبة 18%، وأخيرا الجهراء 115 حالة بنسبة 13%. تجاوز عدد الحالات المؤكدة عالميا لكوفيد-19 27 مليونا ونصف مليون مصاب، وتجاوز عدد الوفيات 890 ألف، مقتربا من عتبة المليون حالة وفاة وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وأظهرت معلومات الصحة العالمية أن الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الدول الأكثر تضررا من الحالات المؤكدة، فيما لا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم في عدد الوفيات ب 193 ألف حالة وفاة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات ب 127 ألف حالة، والهند في المرتبة الثالثة بعدد 73 ألف حالة وفاة. ووفقا للمكاتب الإقليمية للصحة العالمية، تظل الأمريكتان المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس، تليها منطقة جنوب شرق آسيا ثم أوروبا، فيما تمثل الحالات في جنوب أفريقيا 37% من الحالات في أفريقيا. بلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 6.5 مليون حالة وأكثر من 193 ألف حالة وفاة وفقا لمركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز. وفي ظل معطيات رقمية كهذه، أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية مسؤولي جميع الولايات بأن يكونوا مستعدين لتوزيع لقاح محتمل لفيروس كورونا الجديد بحلول الأول من نوفمبر المقبل، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، أظهرت نتائج استطلاع جديدة لشبكة سي بي اس نيوز أن معظم الناخبين الأمريكيين كانوا متشككين في الحصول على لقاح كوفيد-19 بمجرد توفره. تفوقت الهند على البرازيل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مما جعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعد قفزة قياسية. لكن الحكومة التي تواجه وباء لا يظهر أي مؤشر على التراجع، قررت أنها معظم القيود في محاولة لإنعاش اقتصاد يعاني من مشكلة عميقة بعد إغلاق شديد. وسجل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أكثر من 90 ألف حالة أمس، لتتجاوز 4.3 مليون حالة، متقدمة بأكثر من 68 ألف حالة على البرازيل التي تصدرت أحدث أرقامها في وقت لاحق اليوم. وبالمعدلات الحالية يمكن للهند أن تتجاوز الرقم في الولايات المتحدة بحلول الشهر المقبل، مع انتشار المرض في مدينتي دلهي ومومبي الكبيرتين إلى المناطق النائية الشاسعة، حيث يعيش ثلث سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
أصبحت أسبانيا أول دولة في أوروبا الغربية تسجل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا بعد زيادة ثانية في الحالات التي تزامنت مع إعادة فتح المدارس. وأظهر بيانات وزارة الصحة إجمالي 525 ألف حالة بعد أن سجلت 2440 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت الإصابات الحديثة أكثر شيوعا بين الشباب الذين لا تظهر عليهم أعراض في كثير من الأحيان بفضل أجهزة المناعة القوية لديهم. ولا يزال معدل الوفيات أقل بكثير من ذروة مارس وإبريل الماضيين عندما تجاوزت الوفيات اليومية بشكل روتيني 800 حالة. قال وزير الصحة الفرنسي اليوم أن وضع مرض كوفيد-19 في فرنسا مقلق، حيث أن حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه. وأوضح مسؤول الصحة الفرنسي بأن معدل تكاثر الفيروس 1.2، وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق. وسجلت فرنسا أمس أكثر من 4000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع تواصل ارتفاع معدل الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي. قال مسؤول بوزارة الهجرة اليونانية أن اليونان سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين بجزيرة لاسبوس. وكانت المنشأة قد أبلغت عن أول حالة في الأسبوع الماضي، وتم وضعها تحت الحجر الصحي بعد أن أكدت السلطات أن طالب لجوء يبلغ من العمر 40 عاما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى 10 حالات. ومنذ شهر مارس الماضي تم عزل جميع المهاجرين الذين يصلون إلى لاسبوس في الحجر الصحي بعيدا عن مخيمات الجزيرة. أضاف وزير النقل البريطاني 7 جزر يونانية إلى قائمة الحجر الصحي في إنجلترا، معلنا أن الوصول لأفضل النتائج يفرض على بريطانيا التعامل مع بيانات كل جزيرة على حدة اعتمادا على معدلات الإصابة بكوفيد-19. وبذلك يتعين على الركاب القادمين من الجزر اليونانية الآن الحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصولهم إلى إنجلترا، فيما وضعت اسكتلندا قيودا على القادمين من جميع أنحاء اليونان. طالبت شركات الطيران والشركات السياحية بتغيير القواعد المطبقة حاليا على القادمين من بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في بريطانيا، بما في ذلك أسبانيا وفرنسا والبرتغال. في وقت لا تزال أجزاء من العالم تكافح للسيطرة على تفشي كوفيد-19، قال رئيس منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون أفضل استعدادا للوباء القادم، حيث دعا الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة. وأوضح مسؤول الصحة العالمية أن العديد من البلدان أحرزت تقدما هائلا في الطب، لكن الكثيرين أهملوا أنظمة الصحة العامة الأساسية لديهم والتي تشكل أساس الاستجابة لتفشي الأمراض المعدية، وهو ما يستوجب الحذر أكثر من أي وقت مضى. وأكدت الصحة العالمية أن هناك دائما خطر أن يتفجر المرض مرة أخرى، لتتحول الحالات المتفرقة إلى مجموعات ثم إلى عدوى مجتمعية قد تجعل الأنظمة الصحية للدول تنهار. أشاد المجتمع الدولي على نطاق واسع بحملة الصين الفعالة لاحتواء وباء كوفيد-19 وجهودها النشطة لمساعدة الدول الأخرى في العالم. يرى المحلل السياسي البريطاني كارلوس مارتينيز أن استجابة الصين لكوفيد-19 هي أكثر برامج احتواء المرض فعالية في التاريخ. كما أشاد رئيس حزب العمال المجري بالتزام الصين بالتعاون الدولي ضد الفيروس ودعمها للمجر، بينما مارتا جي كافالاكانتي أخصائية الأمراض المعدية من البرازيل أن نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 يوفر أيضا خبرة قيمة للبلدان الأخرى، فيما أشارت أثيوبيا إلى أن تقديم المساعدة إلى دول أخرى في العالم مع وضع مثال ناجح في حد ذاته يظهر أن الصين ملتزمة تماما بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
يكافح الأطباء في واحدة من أكبر مستشفيات كوفيد-19 في نيودلهي للتعامل مع التعب والإرهاق ونقص الموظفين بعدما يقرب من 6 أشهر من الزيادات المستمرة في الحالات، حيث تفوقت الهند الآن على البرازيل كثاني أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، إذ بادت نيودلهي تسجل أكثر من 3000 حالة يومية. وتقول الهند أن الأرقام المرتفعة تعكس معدلات أعلى من التتبع والتعقب والاختبار، وأن الوضع تحت السيطرة، لكن الأطباء يحذرون من الإهمال في التزام الاشتراطات الصحية على الرغم من الإصابات المتصاعدة. استأنفت نيودلهي أيضا خدمات المترو بعد أكثر من 5 أشهر من الإغلاق، وسط ضغوط شديدة على رئيس الوزراء لضغوط لإخراج الاقتصاد من حالة الجمود الشديد. بالنظر إلى كون نزلاء دور رعاية المسنين أكثر عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا، يتم نشر فرق من المسعفين والممرضات في مرافق الرعاية في جنوب كاليفورنيا لتعزيز بروتوكولات الوقاية الشخصية وتقديم الدعم النفسي لموظفي دور الرعاية الذين يكافحون للتعامل مع الوباء. وتهدف الفرق المعروفة باسم فرق SOS إلى طمأنة العاملين في دور رعاية المسنين بأنهم يستطيعون حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا إذ اتبعوا البروتوكولات الصحية. تم عرض لقاح كوفيد-19 المعطل وكوفيد-19 المناعي للحقن في الوريد الذي طورته مجموعة China National Biotech Group لأول مرة في معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات في بكين. ويعد الجلوبولين المناعي كوفيد-19 للحقن الوريدي الذي طورته CNBG أكثر الأدوية فعالية لعلاج كوفيد-19 في العالم حاليا، وهو مصنوع من بلازما المتعافين من كوفيد-19. لقاح كوفيد-19 المعطل الذي طورته CNBG يخضع الآن لتجارب سريرية للمرحلة الثالثة في بلدان مختلفة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وبيرو والمغرب والأرجنتين. وتقوم CNBG حاليا ببناء مرافق الإنتاج في معمل بكين ومختبر وهان، وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية للقاح كوفيد-19 إلى 300 مليون جرعة في المستقبل القريب. في حادثة جديدة بين الرئيس الأمريكي والصحفيين، طلب الرئيس دونالد ترامب من صحفي وكالة رويترز للأنباء جيف ماسون خلع قناع وجهه أثناء طرح سؤال خلال مؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، حيث رفض ماسون القيام بذلك وعرض بدلا من ذلك رفع صوته. وأشاد ترامب في وقت لاحق بمراسلين اثنين طرح أسئلتهما بعد خلع أقنعة الوجه. صحيح من أن الحديث من وراء الكمامة يصعب عملية التواصل بين الناس، لكن في زمن كورونا الصحة أهم من التواصل، التباعد أولى من التقارب، هي سلوكيات فرضها الوباء على العالم، والأكيد أن العالم بعد كورونا لن تكون كما كانت قبله. كونوا سالمين ودمتم في أمان الله.